وربنا سبحانه وتعالى ادانا شهر رمضان ده ليه؟ ادانا شهر رمضان عشان نتقي الله، عشان نعمل حسنات، نمشي للمصالح اللي هي ترضي الله سبحانه وتعالى. اما اللي هو عايزه العبد عشان يرضيه ما ينفعش، ما ينفعش التطرف ده ولا اللي بيحصل ده خالص. هو المفروض من غير صيام الناس المفروض تحب بعض يعني، بس دور الصيام ان هو بيجيب يعني ادعيه كتيره واحاديث كتيره في التلفزيون. اي انسان هيبقى جواه شر او اي حاجه، لما 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 الواحد هيصلي ويصوم ويقرب من ربنا يعني قلبه حتى من جوه السواد اللي في قلبه هيطلع. الواحد لما بيحس ان هو بيصوم شهر ربنا فرضه في صلاه وفي تراويح، فبيحس كده ان هو قريب من ربنا، يعني هو يعني شهر روحاني، فاكيد هيبقى العلاقه بينه وبين الناس لازم يعني غصب عنه هتبقى كويسه. ربنا سبحانه وتعالى جعل شهر الصيام ده علشان الناس كلها تتسامح مع بعضيها.